بتنونوي ليه يا منال؟ صباح الخير. بتقولك صباح الخير. اه يا حبيبتي وانت طيبه يا ربي يخليك. معلش اصلي الظاهر اني اتطرشت من رغي شريف طول النهار داير في الشقه زي النحله زينه. سبيك سبيك مفيش ليسننج. احمدي ربنا حبيبتي ان جوزك فيه ليسننج وسبيكينج. انا علي لا ليسننج ولا سبيكينج ولا اي حاجه خالص. الله يقطع النت عن نتيت على اللي بينتته في يوم واحد. طيب استاذنكم انا هروح اقعد ساعتين في الخباثه كده على السايبر نت اللي جنب البيت. ها يلا باي. طيب مش الرجاله بس اللي اتجننت، الستات كمان ضربت. وانت عامله ايه رجروجه؟ ايه يا اختي؟ طبخه ايه النهارده؟ يا دكتور. نعم. انا قاعده بقالي ساعتين. ماشي. ما يصحش كده. ايوه اللي ما يصحش. لا ما تقلقيش هتوليدي وقت الميعاد ان شاء الله هتوليدي. انا تعبانه. وانا مش تعبانه. مين قالك ان انا تعبانه؟ طب ما قالت لي تعبانه. ما تعبانه انا عملت كشف وشفت وصوت شفت صوره البيبي في الاشعه زي القمر. طب يلا بينا بقى عشان نجيب البيبي. انت هتجيبيه دلوقتي؟ دمك شهرين يا ماما. يا دكتور هي بقالها ساعتين انا بقالي تلات ساعات هولت. بصراحه انا بتلكك بقى لانك انت طاعم وشك زي القمر يا جميل. العين مالهم أمبر فوق كده. انا عايزه اعرف في ايه هولد امتى. هتوليدي ان شاء الله انت بعد ثلاث شهور وهي شهرين ما تقلقوش خالص. عايزين تقعدوا لما الماتش يخلص نكشف تاني واشعه تاني. يا دكتور. نعم. ده ماتش. امال ايه؟ مش بلاي ستيشن. مش بلاي ستيشن؟ ولا قومي يلا قومي بينا. يلا استنى بس عايز اشوف حد. ما هنمشي بقى ما لا كده هنمشي دلوقتي. انتوا نسوان غريبه زي ما قلت لك كده. مجنون ده ولا ايه؟ وربنا لا اقفل لك العياده. على مهلك يا شابه لا الواد يقع منك. شايفه يا منال زي ما قلت لك بالظبط كل الستات اللي خارجين من عنده من جوه بايده عليه. مش عارفه اعمل ايه. ايه؟ بقول لك مش عارفه اعمل ايه. حبيبتي بصي الحل انك تاخدي جوزي تقعديه مع جوزك. ليه؟ لان جوزي هيقعد يرغى ويهلفط فجوزك هيصدع ودماغه تبربق ومش بعيد يجي له تربانه فهيبطل لعبه ويكره حياته. كويس قوي. تفتكري الطريقه دي هتجيب نتيجه؟ خديجه؟ مين خديجه؟ خديجه ايه؟ بقول لك هتجيب معاه نتيجه؟ حبيبتي النتيجه واقفه قدامك اهو. بقول لك جوزي رخم يعني هيكره جوزك في حياته ويخليه يبطل لعب ويقفل العياده ومش بعيد يطلعك ويعزل بالمره. لا 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 بصي انا عايز اعالجه بس. بتقولي حاسه انه خس؟ خس ايه؟ بقول لك انا عايز اعالجه وبس. لا كده بقى تسمعي اللي بقول لك عليه. ايه؟ تسمعي اللي بقول لك عليه. لا ما اقدرش ادعي عليه. اكتب له ايه يا كمالي؟ اكتب له كلام. امال انا هكتب محشي يعني؟ ما انا هكتب كلام. وانا شرفني انا ما شيدتش مع اللي اسمه جميل ده قبل كده. ما شيدتش مع مين؟ ولا شيدت مع اي حد اصلا. طب ماشي. بصي ايه رايك اكتب له نفسي اشوفك؟ ايه رايك؟ واد انت شكلك كنت صايع قبل كده. انا شيدت اخر حاجه. يلاقيه حلوه دي اكتبها كده. استني. نفسي اشوفك. انا كمان نفسي أشوف فين حرف الواو؟ كان قدامي دلوقتي راح فين حرف الواو؟ أيوه ده. لا ده واو عليها همسة. ما تكتب يا عم الممل وخلصني أنا مش عايش لك. انتي كتب حاجه. ما كتبش حاجه. هو بيتاخر كده ليه؟ تلاقيه بيدور على الحروف. ده راجل قديم قوي. يا لهوي. لا لما يكتب حاجه بقى بصحيني. ادي الواو اشو. طب فين بقى الفه؟ فيه 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 لا حول ولا قوه الا بالله. كانت لسه قدامي ده انا كنت زلبلب. أشو ألف ب ت س ج ح خ د. طب أعمل إيه دلوقتي يا كوكو؟ الراجل مش عايز يكتب، أروح أكتب بداله ولا إيه؟ الراجل ده هيجنني.
تلاقيه لسه بيدور على الحروف. طب اروح اسلم له نفسه اقول له انا اللي بكتب. كوكو 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 في ايه بتصحي فرقه؟ ما انت مقيخه على طول ونايمه يا سلام يا اخ حرام عليك. انت كتب كتب يا ابني ايه يا ساتر؟ ده ولا اللي بيكتب كاتب كتابه تصدقي؟ بقالي اسبوعين بكتب له ما كتبش فيه غير خمس جمل. ده انا فخم يا كوكو. طب شوف بقى كتب ايه يا عم المنفوخ. ايه؟ اوصفي لي نفسك علشان اما اشوفك اعرفك. طب اوصف لي نفسي ازاي؟ عادي يعني قول له الحقيقه، قول له ان انت قصير وبنضاره واقرع. نعم يا اختي. خلاص ما تزعلش بلاش اقرع. ولا اكدب عليها اقول له ان انا طويله وشعري سايح. الموضوع ده محتاج تليفون. بقول لك ايه يا كوكو؟ ايه؟ ما تكلميه على انك انت سوسو الدلوعه. انا سوسو الدلوعه؟ ايه الهبل ده؟ إيه؟ دلوقتي لا يمكن طبعا. اتحولتي ليه يا كوكو؟ ما انت اكتمي سوسو الدلوعه حلوه. ولا يمكن يحصل ابدا، لا ممكن لا ممكن لا ممكن. الدلوعه العيب. اوصف نفسك انت كده، دخلنا في الجد. هوصف يا حياتي، انا خليط بين رشدي أباظة على حسين فهمي، وأيضا على عضلات الشحات مبروك. ايه ده؟ خليط بن رشد أباظة وحسين فهمي، هيبقى ايه يعني؟ أباظة فهمي. الحقي عضلات الشحات مبروك، الشحات مبروك. يا ده انت كذاب كده، ده انت مش محصل عضلات سمانة الشحات مبروك. تصدق انا كنت مستحرمة الاشتغالة دي، بس بعد الكذب اللي بيكذبه دوس يا سامح، يستاهل يا سامح. بس كاميليا. ايه؟ كاميليا الموضوع ده هيفضل سر بينا، ده لو حد عرف هترفد هترفد. عيب يا سامح عيب، ما تقوليش الكلام ده ابدا. طمن اطمن. الله يخليكي، طالما قلت اطمن يبقى لازم اقلق واتوتر. خلاص عليك يا سامح. بتتكلمي بجد؟ سامح بيعاكس جميل على التليفون وعامل نفسه واحدة ست؟ سوسو الدلوعة؟ الاسم الغريب ده؟ كل ده يطلع منك يا سامح؟ بس بقولك ايه يا انجي؟ الكلام ده بيني وبينك، اوعى حد يعرف عنه أي حاجة، لحسن يا حرام سامح يترفد. لا 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 لا، ما تخافيش مش هقول لأي حد. حاضر. اوكي سلام. ده احنا هنلعب لعب؟ في ايه يا علي؟ مالك اتخضيت كده؟ اتخضيت لما شفتك؟ ما لازم اتخض لما اشوفك يعني. ما اتخضيت؟ يا سلام، لازم تتخض لما تشوفني ليه؟ شفت عفريت يعني ولا ايه؟ بحب اتخض لما اشوفك. بتحب تتخض لما تشوفني؟ ايه الرومانسيه دي يا علي؟ في ايه؟ بتكلم مين؟